نهتف للمزيد من المتابعه اللواء جمال حلاوه نائب مدير الحمايه المدنيه. سياده اللواء برحب بيك وعايز اعرف اخر المستجدات اللي عند حضرتك من معلومات بشان انهيار هذا العقار. مساء الخير وحضرتك. بالنسبه للبلاغ جالنا بلاغ الساعه 1:30 انهيار عقار في منطقه المصريه. فوجئنا بست سيارات انقاذ، تم العمل بشغل يدوي الاول عشان تحسبا لنقدر ننقذ اي حد. الحمد لله انقذنا 8 من تحت الانهار، اصابات وسط وفات بسيطه يعني. وبدانا نشتغل بالمعدات الثقيله حتى الان الحصيله 17 جثه طلعناها، اعمار مختلفه و8 مصابين، ولا زال البحث جاري عن 3 اشخاص اخرين. بنتعشى من ربنا يكرمنا كده ونطلعهم صحيين ان شاء الله. تم عمليه اخلاء للعقارات المجاوره تحت هيئه التداعيات برضه، شركة المقاولين العرب والقوات المسلحة والهلال الأحمر مشاركين معانا في البلاغ يعني ساعدوا معانا، وربنا ييسر كده إن شاء الله ونطلع الثلاثة التانيين. يعني الوقت تقريبا المتبقي حتى يتم الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال لا قدر الله جثث أو مصابين. بالظبط كده حضرتك. الوقت تقريبا قد إيه؟ بالنسبة لإيه حضرتك؟ الوقت قد ايه تقريبا علشان تنتهي عمليه رفع الانقاض وانتشال المصابين او جثث ان وجدت؟ هتاخد حوالي 3 ساعات كمان 3 ساعات. في التوقعات ان في عدد من الجثث تقريبا قد ايه؟ ما انا بقول لحضرتك الجثث لغايه دلوقتي 17 لغايه دلوقتي. ايوه يا فندم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تحت امرك. اللواء جمال حلاوه نائب مدير الحمايه المدنيه.